السلام عليكم ورحمة الله. عز الفلاوي، لاحظ الأيام هذه واحد الحركة زعما على الساحة الدبلوماسية والساحة الدولية، ما كان والو هي على كل حال، وصحف بدور وتروج لك والعمامرة وما العمامرة، وهاي الجزائر بستعيد مكانتها يا وعدي، وهم جاو دول الجوار تعمالي جاو اجتمعوا في الجزائر، وهاو موضوع تاع ليبيا كيف كيف هم جاو للجزائر اجتمعوا، وزعما لاعبينها. شوف رانا اسمع، كي تكون دارك مخروبه ما عندك ما تدير برا، ما تقدر تدير والو برا، دارك مخروبه، شعبك ما صابش الخبز، ما صابش الماء، ما صابش الاكسجين باش يتنفس، الناس راهي تموت. وشني راك جاي تخرط على الشعب؟ قالوا راهو الساحة الدولية الجزائر، ما كان لا جزائر لا ساحة دولية. حكيت ماني من عام تقيوس وهما راهم معاها وما كان والو، من عام تقيوس. وتاع ليبيا، ليبيا الفاعلين معروفين، الفاعلين اللي فيها معروفين. الجزائر خدام أحزام مانوفري، الجزائر يلعبوا يخدموا فيها مانوفري عند الصحاح. نهار اللي يعود الجزائر كلمة على الساحة الدولية وتكون دابور داخل بيتها مرتبة، بيتها مرتبة، يكون شعبها مرتاح، شعبها ما يخرجش كل يوم يسب عصابة ولاد الحرام اللي فرضة روحها عليه بالسيف. نهار اللي يعود في الجزائر نظام عنده شرعية منتخب، ذاك الوقت أروح ألعب تشامبيونز ليغ، ألعب على الساحة الدولية، دابور قعد نلعب على مالي وليبيا. سمعت؟ وفي ليبيا الفاعلين معروفين، فاعلين معروفين. مصر كي تجي تقول لك موت تموت، مصر عندها القرار في يدها. وزيد نتايا تستدعي مصر تجي، مصر يا اخي عندها علاقة مع اسرائيل، واول من طبع مع اسرائيل، وعلاش هذا المعاملة سبيسيال لمصر؟ وعلاش؟ احنا نورمالمون الجزائر جميع من يطبع مع اسرائيل عدو، ونقطعوا معها العلاقات، من المفروض هكذا، هذا هو المنطق ديالكم. وعلاش لا؟ دونك مع مصر تسدوا لهم، ومصر هي اللي تلعب دور في ليبيا، والاتراك اللي بعنا لهم قال هاكا إليكم. والجزائر هي تخدم سو تريتون، عارف سو تريتون عند الصحاح. دونك حكاية تجي تقول لي دبلوماسية وما دبلوماسية ولا عمامرة، العمامرة سي أو يحيى، سي أو يحيى أحمد بيس، سي أحمد ويحيى بيس، عمامرة سي أحمد ويحيى بيس، كاش نفس المسار. سوف كو أحمد ويحيى يعرف يهضر خير منه، سمعت إلا بليس دو باغو عليه، وصحيح عليه عنده وجهي قابل الاخر، ما عنده تودي الاخر تاتا كلاك تاع كفوف، ولكن سي لو مام باركور خدامين حزام مانوفريا عند ولاد الحرام، عند عصابة وفواتر ولاد الحرام باش تخدم عند ولاد الحرام، هذه نقولوها ونعاودو، هو خدام حزام مانوفريا عند ولاد الحرام باش يجي ان مانوفر اوفري عند ولاد الحرام، يعطي الجزائر مكان على الساحة الدولية. ديجا من نهار اللي ينطق دار ديك النطبة الصحفية ويدعي بلي كاين وثائق واتفاقيات ومواثيق دولية اللي تسمح لنظام ولاد الحرام باش الدول اللي راهم عايشين فيها الأحرار يسلموا الأحرار لهاد العصابة. ليه قضى على روحه؟ ليه ولد الحرام تاع العمامرة قضى على روحه؟ سيتي تيرميني بور لوي. تجي تكذب عيناني باسكو قالوا لك جنرالات جهالة، قول هكذا قلت يا بغلون، تحشمش
تحشمش. قالوا له بحشني انا تقول هاك تقول وين راحت هاد المواثيق؟ جبدها هاد الاتفاقيه الدوليه اللي تقول انه الدول الديمقراطيه مثلا فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرها تسلم الاولاد الحرام الغير شرعيين، الابناء الغير شرعيين تاع فرنسا، تسلم منهم الاحرار لانهم وجدوا في هذه الاراضي ملجا ليفضحوا اولاد الحرام ولينددون باعمالهم. هات الوثائق يا خامج يا بن الحرام. الا نزيدوا العمامه، انا مانيش طالبو غير على جال كلمة هذه تحقيقها. كاين مواثيق واتفاقيات دولية اللي الجزائر راح تفعلها باش يسلموا لها هذو اللي راهم يسبوا فينا. احنا نسبوكم انتوما لانكم انتم ولاد حرام، وعمرنا ما خلطوا بيكم بين الجزائر. الجزائر كبيرة عليكم، الجزائر مالغري وسختوها، مالغري كسرتوها، سرقتوها، انهبتوها، هربتوا لها ولادها، انفيتوا لها ولادها، عمرك ما تقدروا تجي على مقاسكم لانكم زاد ترو بوتي، صغار بزاف نتوما تحت الارض. تقدروا توقف الجزائر قد ما طيحتوها، قد ما درتو لها والو، تبقى ديما كبيره عليكم. وباش تشوف قال ديروا لا كونفيزيون، هذاك الخلط ما بين الجزائر وعصابة الحرام، الشعب فايق بكم. امبوسيبل، شعب ماهوش طنا. وراكم تكذبوا على بالكم برواحكم، تكذبوا نتوما ماكمش مقتنعين برواحكم. خير دليل على ذلك ولا واحد فيكم يجرى يخرج للشارع، ولا واحد فيكم يجرى يخرج للشارع. نتحدى اي واحد فيكم يمشي مكان شعبي يدخل القهوة يشرب قهوة ليه، كما ياخذش الكفوف، كما ياخذش الكفوف ويطرد شر طردة كما طردوا اللي ما قبل منه. شحال منو زير جاي يلعبها زعما، بدخل الدماغ يا ولد الحرام. امشي جيت لعب مع الشعب، عم بالكم كي استغليتو نظام اللي يستغل كورونا يديرها حليف ضد الشعب، يروح يشعل النار في الغابة باش يسكت الشعب. وش تستنى منه؟ نظام مجرم، نظام مجرم. الله لا يتربحكم يا ولاد الحرام، ربي يقدر خير لبلادنا. السلام عليكم ورحمة الله.